قال الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فهنا أمر بالعلم، أمر بالعلم وحث عليه ورغب فيه وقرن شهادة أهل العلم بشهادته وشهادة ملائكته. وهل هناك فضل أعظم من هذا؟ فالعلم نال صاحبه هذه المنزلة عند الله. وأخبر الله تبارك وتعالى أن طلاب العلم والعلماء الذين يعملون بعلمهم هم أشد الناس خشية لله سبحانه وتعالى. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال تعالى مبينا أنه يستحيل ولا يمكن في أي حال من الأحوال أن يسوى الجاهل بالعالم أو حتى أن يتقارب. قال تعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال تعالى مبينا رفع درجة طالب العلم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والآيات كثيرة في هذا، كثيرة جدا. منها أيضا، أعني من هذه الآيات، أن الله تبارك وتعالى ندب المؤمنين أن يفرغوا منهم فئة يطلبون العلم وفئة أخرى تقوم مقامهم وتخلفهم في أهلهم وأموالهم حتى يعودوا. قال تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هذه بعض من الآيات في أهمية فضل العلم. عن الإمام البخاري رحمه الله: باب العلم قبل القول والعمل. باب العلم قبل القول والعمل. ثم صدر البخاري رحمه الله هذا الباب بقوله تبارك وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. والشاهد: وفاعلم أنه لا إله إلا الله. فالعلم هو الذي يتوصل به إلى معرفة الأصول والفروع. والأحاديث كثيرة أيضا، الأحاديث الواردة في هذا كثيرة. منها حديث معاوية رضي الله عنه، معاوية بن أبي سفيان أحد كتاب وحي رسول الله صلى الله عليه وسلم وخليفة المسلمين وأمير المؤمنين، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط
لا إله إلا هو العزيز الحكيم.